حاجه كمان لو عايز تقولها. طيب اتكلم على في اختار حاجه من الحاجات الكتير عشان الوقت راح مني. 8 ولا 7؟ كانوا 7. ما انا هعمل ايه؟ ما انا عشان كده اختار انت مش هقول لك انا. يمكن من ضمن الحاجات الطريفه جدا يا كريم ونعرض واحنا بنتكلم عشان الوقت. طب اقول لهم الاول في تشابه ما بين مودست وجيرالدو. مودست وجيرالدو مين؟ مودست وجيرالدو اللي كان في الاهلي. بص هنا ده الهدف بتاع النهارده. طبعا ماشي عادي. الهدف ده كان يا كريم في نهايه الدقيقه 97. حلو. يعني في الدقيقه 98. ماشي. حلو. هات لي بقى الهدف الثاني على طول اللي كان بالمناسبه واحد من الاهداف او واحد من اهم الاهداف اللي حسمت الدوري الصعب جدا في التوقيت ده للنادي الاهلي امام سموحه. واسال واحنا بنتكلم هسال الناس على ثلاث اوجه للتشابه. هات لي بقى الجون، هات لي الجون الثاني على طول بتاع جيرالدو في سموحه. اهو ده الهدف الدقيقه كام يا كريم؟ 97. 97 كملها 97 قبل ما تقفل الدقيقه 98 كان سجل جيرالدو الهدف. طب ايه اوجه التشابه؟ ايه بقى؟ واحد اتنين بيلعبوا في الاهلي اصلا في وادي تشابه رابع. في وادي تشابه رابع هنسيبه للناس. واحد انه النهارده 11 مايو والهدف ده كان 11 مايو في نسخه الدوري امام سموحه. اثنين ان الهدفين في الدقيقه 98. ثلاثة انه كان هدف حسم النقاط الثلاث للنادي الاهلي. ايه بقى الحاجه الرابعه؟ ان وقتها الاهلي كسب الدوري. لا انه وقتها جيرالدو مشي وموديستا يمشي فالاثنين مشي من النادي الاهلي. هي فكرته انه ده ماشي وده ماشي. طب وقتها كان جيرالدو الاهلي كان خد الدوري. ده هدف حسم الدوري، هدف من اهداف حسم الدوري للنادي الاهلي. كان قريب جدا من طب يا اخي شوفوا حتى ايجابيه. لو جيرالدو انا قلت له ثلاثه. لا الثلاثه الاولانيين ان هم خدوا الثلاث نقاط للنادي الاهلي ان هم في نفس اليوم في نفس الدقيقه. جايين انت على موديستا برضه قوي يا اخي. لا انا لو ما كان معانا وقت كنت جبت الفيديو بتاع موديستا النهارده.